طيب إلى الله المشتكى. الآن الأخ سأل سؤال، الأخ فهد، السؤال موجه إلى الأخ الآن عمار. ربيع ما يريد يجاوب، ربيع دخل فقط يسيء إلى شخصي. ما المسألة التي فعلها علي بن أبي طالب الولي الشرعي وتقولون وتجوزون الخروج عليه يا عمار؟ تفضل. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا أحد خرج على علي، وأنا أتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يعطيني رواية أن عائشة تقول أنا أريد أن أعزل عني عن الحكم، أو أن معاوية يقول أنا أريد أن أصبح الحاكم بدل علي، هذا غير موجود. ومهما بحثت وما تفسر قتالهم لا رواية ضعيفة أو رواية قوية لن تجده، مستحيل. هو فقط ظلم في الأمر. لماذا قاتلوه؟ أرادوا الانتقام لقتلة عثمان فقط، لا أكثر ولا أقل. إقامة، هل تعترضون على إقامة شرع الله؟ إنسان يريد إقامة شرع الله على قتلة عثمان، تأتم أنتم وتعترضون. خرجوا بالسيف، لماذا خرجوا بالسيف؟ زين لحظة، لماذا لم يسألوا علي رضي الله عنه عن إقامة قتلة عثمان؟ أحسنت، هذا هو إشكالي. الجواب بسيط. الجواب أن علي لم يكن يملك القدرة على إقامة الحد على قتل عثمان، وباعترافه وفي كتب الشيعة. شو أكثر من الاعتراف؟ لا لا، خلينا في كتب السنة، لا تروح كتب الشيعة، ما لنا شغل في كتب الشيعة. ألم يطلب علي رضي الله عنه المبايعة أولا من الشام، ثم يرى قتلة عثمان ورى ما يحل بهم؟ أولا ألم يطلب طلب المبايعة أولا من أهل الشام؟ غير صحيح هذا الكلام، لم يشترط المبايعة على إقامة الحد، لأنه أصلاً حرب الجمل حدثت بعد استلام علي للحكم بستة أشهر تقريباً، فبالتالي خلال الستة أشهر لم يكمل الحد. غير معقول هذا الكلام. لماذا خرج جيش من المدينة إلى البصرة؟ تفضل. لإقامة الحد على قتلة عثمان. إقامة الحد والخليفة موجود، يأخذون الأمر من أنفسهم والخليفة موجود. الخليفة لا يملك السلطة ولا يملك القدرة، منزوع القدرة. إذا تطعنون بالصحابة الذين بايعوا علي صح؟ ما علاقة البيعة؟ أنا بايعت شخص والشخص غير قادر على الحكم. علي لم يكن يقدر على الحكم، لم يستطع أن يقيم الحكم في الدولة الإسلامية. واضح الأمور، يعني اسأل أي إنسان على وجه الأرض كله هل أقام على الحكم الشرعي؟ لا 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 لحظة لحظة أخونا فهد، لحظة أخونا فهد، أنت تقول أن عليا ليس لديه قدرة على الحكم، هل يزيد أفضل من علي أن لديه قدرة على الحكم بما أنزل الله؟ طبعا بالتأكيد. إيش؟ أن يزيد يستطيع إقامة حكم الله، بينما علي لا يستطيع إقامة حكم الله. ليس لأن يزيد أفضل من علي، لأن علي ليس عنده قدرة عسكرية، قدرة أو قوة، لا يملك القوة، هذا السبب. ويزيد أكثر منه قوة، مليون مرة تقريبا. زين، هذه قوة يزيد، حجرك الله، ما قوة يزيد بن معاوية؟ قوة يزيد بن معاوية هي لله تبارك وتعالى ولا للشيطان؟ لله إن شاء الله. يعني يزيد قوي في الله وإقامة الحدود والحكم أكثر من أو أفضل من علي بن أبي طالب في هذا المجال في إقامة الحكم، لأن علي لم يملك قوة. يعني يوجد شخصين، شخص يملك جيش وشخص لا يملك جيش. علي لا يملك قوة ولا سلطة، يعني علي كان حاكم شكلي، لم يملك سلطة حقيقية على أرض الواقع، فقط حاكم شكلي صوري. لكن يزيد ومعاوية هذا حكام حقيقيين، استطاعوا أن يفتحوا الفتوحات، قضوا على الفتن والتمرد، هذا كله التمرد قضوا عليه. ماذا تريد أكثر من علي؟ لم يستطع لا فتح الدولة، ولا استطاع أن يقيم حتى على قتلة عثمان، ولا استطاع أن يقيم الأمن في الدولة الإسلامية. لحظة، ما هو التمرد الذي قضى عليه يزيد بن معاوية؟ نفسه التمرد الذي قضى عليه يزيد بن معاوية، ما هو؟ ما هو التمرد اللي تقول؟ ما هو التمرد الذي يزيد بن معاوية قضى عليه؟ تمرد من؟ تمرد أهل المدينة مثلا. مين هم؟ تمرد أهل المدينة في الحرة، ثم
نعم، وأيضا الحسين حاول أن يقيم تمرد لكن فشل. يعني يزيد أحسن في طمس تمرد الحسين عندكم بزعمكم؟ هو بالنسبة إلى موضوع الحسين كان يزيد يريد أن يقضي على فتنة الحسين بالسلم، لكن الله أكبر الله أكبر. يعني أنت تقول أن الحسين صاحب فتنة، تسمي أن الحسين عليه السلام صاحب فتنة ويزيد أراد أن يقضي على فتنة الحسين، تسميها فتنة يا أخ عمار؟ تمرد. الحسين أراد أن يعمل بلبلة وثورة في الدولة الإسلامية. يعني عندك حاكم مسلم هو يزيد، تأتي أنت وتريد أن تضعضع أسس الدولة الإسلامية. يعني شخص يقوم في الفتوحات الإسلامية أنت تطعنه في الظهر، تطعن في الظهر، لا يجوز هذا الكلام. الله أكبر. أن يساعد يزيد بدل أن يعطيني مجال، بدل أن يساعد يزيد في الفتوحات، يزيد أدخل الدول الإسلامية. يعني أخ عمار يعني عندك الحسين الآن هو قائد الفتنة بكل صراحة، أنت شجاع، أريدك تجاوبني بشجاعة. أنا ليس عندي شيء أخاف منه، بالعكس أنا أتكلم عن الحسين. هل الحسين هو قائد الفتنة؟ هو الحسين أراد أن يعمل فتنة لكن بحسن نية، يعني كانت نوايا الحسين نوايا طيبة، نوايا يريد أن يصلح، لكن أسلوبه خاطئ. يعني البعض قد يأتي مثلا يريد نوايا طيبة لكن هو يعمل على تدمير الدولة، يعني الإسلام أو تدمير يعني الدولة مثلا. أنت مع الذين يقولون أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد بن معاوية؟ مليون في المئة، ولكن بحسن نية. لحظة أقف لحظة أبو عاشة، هل أنت مع أن الحسين عليه السلام أخطأ في خروجه على يزيد بن معاوية؟ شيخ أبو عاشة، هل أنت مع الحسين أنه أخطأ؟ نعم، الحسين أخطأ في خروجه على يزيد وفي خروجه مفسدة، بل زادت الحسين تسبب في مقتل أهل بيته، لو أنه احتضر فيه في المدينة وفي مقتل نفسه. الحجي الآن أخونا العزيز عمار، الآن دور السيد ميثم، خلي يرد عليكم. بس قبل أن يرد السيد ميثم، أخواني الكرام، أنا أريد أوطي الأصوات حتى ما حد يشوش علي. أخواني أيها المستمعون الكرام، لا تستغربوا من آراء الأخوة الآن اللي معنا، الأخوة السلفية الوهابية. أولاً السنة يختلفون بآرائهم عن هؤلاء. اثنين، هذه الآراء زرعها معاوية بن أبي سفيان، وفي كل عصر تتجدد. يعني ابن العربي قال كما يقولون، ابن تيمية قال كما يقولون، شوي ابن خلدون قال كما يقولون، ابن عثيمين وابن باز وابن معروف من وابن كل هؤلاء بمقاربة يقولون بقول هؤلاء، فأنتم لا تستغربون. لذلك أنا أريد من كل شيعي أن يرفع رأسه عندما يقول أنا شيعي ابن علي بن أبي طالب موالي للحسين، فافخر، لأنه المقابل الذين أمامكم هي هذه أفكارهم، فافخروا بهذا ولا تتضايقوا من كلمات هؤلاء. تفضل سيدنا. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الآن الأخ عمار يقول إنه الحسين عليه السلام حينما خرج بحسن نية بقصد الإصلاح، ولكنه أخطأ في ذلك. يعني مثل ما فعلت عائشة فيما خرجت للإصلاح بحسن نية وأخطأت في خروجها. أخ عمار، عائشة لم تخطئ في الخروج. يعني الحسين أخطأ، الحسين أخطأ مو مصلح، وعائشة ما أخطأت، مصيبة، يا سبحان الله. تفضل سيدنا. لا، أعطيني مجال النقطة، هذه نقطة مهمة. ثواني، فرق بين عائشة والحسين. يا عمي يا فرق أخونا عمار الله يرضى عليك يا أخ عمار. الأخ فهد عندما سأل، معذرة سيدنا، الأخ عمار عندما سأل علي بن أبي طالب
هو خليفة شرعي مبايع منتخب كل شيء. الآن كل شبر من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ينبغي على هؤلاء أن يرجعوا إلى علي بن أبي طالب ويقولون له إن كانوا صادقين، يقولون له يا أمير المؤمنين إحنا جنود عندك نريد أن نقتص من قتلة عثمان وعندنا العدة وعندنا جمل وعندنا بعير وعندنا فرس وعندنا رجال، بدل أن نذهب إلى البصرة استعملنا جنود عندك لأنك ولي أمر حتى نقتص من قتلة عثمان. فسؤال الأخ محمود فهد، لماذا لم يذهبوا لعلي ويقولون له نحن جنود مجندة عندك يا ولي الأمر استخدمنا في الاقتصاص من قتلة عثمان؟ تفضل. لا لا أستاذ وعد اللي بيسأله سأجيبه. على شروط الفقهاء وأهل السنة والجماعة هل يجوز الانتقام لعثمان الخروج على الحاكم؟ أحسن أحسن. متى وليس في عموم تبيت تبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة ميتة جاهل. أحسنت يا شيخ عمار أحسنت. يعني عايشة بايعة علي. أحسنت. الآن 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 يا شيخ ربيع، هل عائشة كانت تعتقد بعلي بن أبي طالب عليه السلام إمام لها وبايعته وكذلك طلحة والزبير ومعاوية؟ شتان ما بين سبب ورود الحديث وسبب فهمه، فإن هذا الحديث ورد عندما جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن وديع إنما خالع أهل المدينة بيعة يزيد. سبب ورود الحديث أن أهل المدينة خالعوا بيعة يزيد فأتاه من نص هذا على استقطاعهم في فعلهم هذا. أما عائشة رجل تخلع بيعة علي بشتنا بمعين كل تهمي كل الحديث ولابد أن تفهم سبب ورود الحديث أولا. شنو بيعة يزيد سنة 61؟ بيعة يزيد سنة 61 والحديث هذا حديث النبي قبل 60 سنة. جاب هاي على هاي. تفضل سيدنا. حديث صحيح. إذا إذا ثبت يا شيخ ربيع، إذا ثبت الآن الآن فرضا نقولها إنه إذا ثبت إن طلحة والزبير ومعاوية وعائشة خلعوا بيعة علي بن أبي طالب كما خلع أهل المدينة بيعة يزيد، يموتون ميتة جاهلية؟ دليل قطع صدور قطع الدلالة صحيح. قبل أن أعطيك الدليل قبل أن أعطيك يا رجل قبل أن قبل أن أعطيك الدليل، إذا أقول إذا ثبت إنهم خلعوا بيعته هل يموتون ميتة جاهلية كما أهل المدينة الذين خلعوا بيعة يزيد؟ تفضل ثبت بالدليل نناقشه معك بعدها الحكم. دليل قطعي صحيح عندنا أنهم خلعوا بيعة علي بن أبي طالب. جيد أعطيك الدليل تؤمر. طيب الآن هذا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول ابن حجر العسقلاني، ما هذا النص؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أنا قرأت النص سابقا سيدنا وفتحت الكتاب وقلت أن عبد الله بن عمر وعد الدليل بعدين ما تشوشر عايز دليل صحيح بأن بأن وعائشة خلعت علي رضي الله عنه. طيب الآن إن شاء الله دليل. طيب الآن يقول ابن حجر دليل صحيح. ابن حجر يقول ابن حجر وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر قد كنت كارها لقتل عثمان فكيف قاتلت القوم يوم الجمل؟ قال إن هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا عهده وكان الزبير هو الذي حرك عائشة على الخروج. أين أين قول أين قول طلحة والزبير بأنهم خلعوا بيعة علي؟ هذا دليل متشابه ليس. اسمعني. هذا دليل متشابه. أريد نص قاطع الدلالة. لا 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 ليس متشابه. خلعوا بيعة علي. هذا سند صحيح. هذا سند صحيح.
سند صحيح من معاصر يقول انهم خلعوا بيعته. هذا سند صحيح يقول انهم خلعوا بيعته. قال قد كنت كارها لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال ان هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا عهده. الله بايعوه ثم هذا شاهد معاصر. الله اكبر. هؤلاء الناكثين كلام ابن حجر حجي وعد. تفضل تفضل اقرا هذا مولا. هذا حديث في كتاب ابن حجر اللي هو في كتاب التلخيص الحبير لتخريج حديث الرافع الكبير. يقول قوله حديث علي امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين رواها النسائي في الخصائص والبزار والطبراني والناك. طبعا هو يقول قوله ان اهل جمل والصفين والنهوار بغاة هو يقول الرفاعي. فيقول ابن حجر كما هو كما قال ويدل عليه حديث علي امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين رواها النساء والناكثين اهل الجمل لانهم نكثوا بيعته والقاسطين اهل الشام لانهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته والمارقين اهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم انهم يمرقون من لله يدركم يا شيعة لله يدركم. وثبت في اهل الشام حديث عمار تقتل الباغيه. اي والله لبيك يا حسين. وغير ذلك من الاحاديث. والقران يقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اي والله الله يرحم والديك لله يدركم صدق كما يكتب الأخوة لبيك يا أخي. الآن حجينا العزيز علي بن أبي طالب نفسه يشهد بهذه القضية. يقول ابن حجر في فتح الباري ذكر عمر بن شبة بسند جيد إنهم توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة، وذكر بسند له آخر إن الوقعة بينهم كانت في النصف من جماد الآخرة سنة 36، وذكر من رواية المدائني عن العلاء أبي محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال على ما تقاتل هؤلاء؟ قال على الحق. قال فإنهم يقولون إنهم على الحق. قال أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البيعة. ونكث البيعة. أزيدك بعد؟ لله يدرك سيدنا. لحظة خلينا نشوف مهاني. مهاني تفضل يا أختنا مهاني. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. شهر مبارك عليكم حج وعيد والسيد ميتم. الله يبارككم. الصوت واضح؟ الصوت واضح. والأخ عمار وأبو عاشة وربيع كلهم إن شاء الله شهر مبارك عليهم. شكرا شكرا جزيلا شكرا. تحياتي إلى الأخ أبو كريم تاج الرأس ورفعة الرأس. الأخ أبو كريم شهر مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام بحق محمد وآل محمد. أولا هنيئا للأخ فادي المستبصر. دائما أنا بقول كل ما أسمع مستبصر أشعر بنفسي أستبصر من جديد. هنيئا له ركوب سفينة النجاة. والحمد لله الحمد لله رب العالمين. وهذه بضاعتكم هذه بضاعتنا يا زهراء. الله يبارك. أولا طالما الحديث عن معاوية أنا ما بدي أقول مقارنة علي عليه السلام مع معاوية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهل يستوي الأعمى والبصير، وأنا بقول هل يستوي المؤمن والكافر. هون يا أبو عائشة بدك بالأول تثبت إيمان معاوية الذي قال عليه رسول عليه وعلى آله السلام فعلوك فسر في وقت الثاني. وكل يوم نعرف الحجوعة تبيت إنه هي أقل السيد ليسي محرق. خليني كمل مبدي مقاطعة لأني تعبين مبدي صريخ. فسبحان الله حجوعة في عندك ب اللهم صل على محمد في عندك بالجامع الصحيح للبخاري المجلد الثالث بباب الطعام الواحد يكفي لاثنين. وطبعا هذا الحديث نقل بروايات متعددة. حدثنا محمد بن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول
المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وبرواية أخرى نفس الرواية بيقول الكافر هو المنافق، يعني ما بس الكافر، يعني ممكن يكون كمان صالح ومسلم كمعاوية منافق. أثبت بالأول أصلاً إيمان معاوية لحتى تترك وعنده تترك عليه، بتقول انت عم بتقول انه افضل الحبيب اللي عم بيطالب بالفتوحات وبالحكم وبالسياسه، ما الرسول كمان عليه وعلى اله بروايه صحيحه ورجاله ثقات في البخاري ومسلم، هي روايه طويله اخذ ويقول لا يدخل الجنه الا مؤمن وان الله لا يؤيد ما تاتيه بالرجل الفاجر. صح سيد ميتم؟ احسنتم. فيعني انه عم بتقول انه فتح الفتوحات، ما كمان الرجل الفاجر يؤيد به الدين، يعني كما قال الرسول عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فوين وين الافضليه؟ وين الفضائل؟ وقاعد عم تقعد وتقول حتى بغرفه علي مع الحق وبتحداك ترجع تقول ان علي عليه السلام في ذمته دم الشهداء أو الجيش، دم القتلى الذين راحوا في معركة الجمل، الذين قتلوا في معركة الجمل. هيدي ما نسيت لك إياها يا أبو عائشة، ما نسيت لك إياها، وهلأ بتحداك تكذبني. قال هو يعني غير إنه عاق لأنه حارب عائشة، استغفر الله العظيم، ما بدي أقول أنا لعنة الله على الظالمين. قال إنه دم القتلى اللي راحوا بمعركة الجمل هم في ذمة الإمام علي بن أبي طالب. أعوذ بالله، مين قال هذا الكلام؟ أبو عائشة. عظيم، يعني سبحان الله. جاي ربيع، لا 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 لحظة أختي، إذا أبو عائشة قال هذا الكلام يعني هذا الكلام يهز الجبال. أبو عائشة تقولت هذا الكلام إنه دم الدماء اللي راحت في معركة الجمل هي في رقبة أمير المؤمنين علي عليه السلام، قلت هذا الكلام؟ قالها صوتا وكتابة، وأنا عملت سكرين شوت وحتى الصوت موجود التسجيل بغرفة علي مع الحق. ما يجاوب. سأجيبك. لا يعني حج وعد، يعني هم عم يطعنوا باساس الدين، طعنوا بالله. لا لحظه، معاني لحظه، الاخ يقول سأجيبك. ليش عندك جواب اخ عمار انه الدماء التي ذهبت انا اقول في 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 معركه الجمل علي بن ابي طالب هو المسؤول عنها؟ لا، انا لا اقول ان علي هو المسؤول، لكن علي كان لا يملك سلطه على الجيش، كان حاكم شكلي، يعني لم يستطع ان يقيم الامن، فبالتالي الذي حارب هو جيش طلحة والزبير ضد قتلة عثمان. الحرب يعني علي كان مجرد حاكم شكلي لا يملك سلطة حقيقية على الجيش. ما يملك سلطة على الجيش، وقد أبادهم أباد الجيش أمك عائشة حتى يقول ابن حجر في فتح الباري يقول ما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف. هذا ما يملك سلطة حقيقية، تقدم للجمل فضربه وأوقع أمك عائشة. ما عنده سلطة حقيقية على الجيش. طيب إذا عنده سلطة حقيقية شو يسوي بجيش أمك عائشة؟ ماذا يفعل بها؟ ها؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل أمير المؤمنين في ذلك الوقت سيدنا؟ حجينا يقول ابن حجر بسنة الصحيح يقول فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف، ما في ولا واحد. قطعت يقول 70 يد من بني ضبة كان يقودون جمل عائشة، 70 يد. زين، ما غربت الشمس، قالت له عائشة كما عند البلاد، قالت له يا ابن أبي طالب ملكت فاسجح. زين، يعني تطلب العفو من علي بن أبي طالب، شو يسوي بها بعد؟ شو يسوي بها بعد؟ ضرب الجمل فأوقع أمك عائشة من فوق الهودج، أوقعها من فوق الهودج. أحتاج أبو عائشة، أول شيء أنه علي عليه السلام ابتدأ بالقتال، ولما جئناه برواية صحيحة أن الإمام علي عليه السلام كف يده عن القتال، لم يأمر بالقتال حتى هم بدأوه، قام ساعتها هرب. يعني والله العظيم أنا ماني عارفة أولئك شيوخكم، يعني هدول شيوخ عن جد عندهم علم
والله العظيم يعني انا افكر بصراحه انه ابدا لا ايدين كتب ولا شيء. مهاني 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 انا عم فكر شلون انتم كنتم سنه، يعني شلون سنه هذول شيوخ. والله العظيم كما قال الاخ اللي اتصل من فتره يعني او من شوي بالباس عم بيقول انا اخجل اخجل من هؤلاء العلماء، اخجل والله وانا اخجل اني كنت سني مثل ما بيقول الجهني الاخ الجهني على طول دائما بس يكتب انا اخجل اني كنت سني. خلي اشوف ربيع اختنا، خلي اشوف استاذ ربيع يوافق على هذا الكلام. استاذ ربيع انت توافق ان عليا لم يكن يملك امره وان دماء المسلمين في رقبته، توافق استاذ ربيع؟ ابدي رايي كاملا، لا اريد ان ارد بوافق او لا اوافق، خذ وجهه نظري اولا. تفضل. اولا على مبانيكم انتم كشيعة الامام علي رضي الله عنه. لا 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 اسمع اسمع يا اخي الله يبارك فيك، لا تقاطع اخونا اخونا انا ما الامام علي عندكم في على مبانيكم يمتلك ولايه التقنيه وعلم الغيب. اخونا ربيع 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 انا ما اريد ترد على مبانينا، اريد انت كسني رد كما على مبانيك. تفضل. قطع الاتصال. تفضل. سامعني دلوقتي احب بعض ولا ايه؟ نعم سامعك، اريد ترد على مبانيك رجل سلفي. لا عندك الإمام علي له لا تكون الغيب، لماذا لم يتحكم في هذه الحرب قبل بدايتها؟ لماذا لم يشير للحرب بالضبع ليوقفها؟ الإمام علي بحكم أنه كان وأمير المؤمنين وقال كان لزاما عليه أن يوقف هذه الحرب قبل. أبو بكر رضي الله عنه تسلط عليه خارج من خارج واستطاع بفضل الله أن رد حرب المرتدين ويقيم شرائط الاسلام مره اخرى. اما الامام علي رضي الله عنه على مبانيكم بحكم ان يوقف نزيف هذه الحرب، فانا اشرك الامام علي رضي الله عنه وحشاه من ذلك بانه هو المتسبب في هذه الدماء التي فاتت من الحرب. وجهه نظري انا. ماشي اسمع، هذا على راي الزاما للشيعه. أنا ما أريد أخوض في الولاية التكوينية، ولو سألتك عن الولاية التكوينية كل شيء ما تعرف. وهذا الآن أنت جاوب الآن كرجل سلفي، هل دماء المسلمين في معركة الجمل هي في رقبة علي بن أبي طالب كرجل سلفي؟ بني أمية اكتم المايك. بني أمية لا لا، هذه حرب بالنسبة لما بني نحن، هذه حرب حالها حال أي حرب تنشأ بين وتسيل فيها الدماء. من المتسبب؟ متسبب شلون؟ من المتسبب؟ من المتسبب استاذ ربيع؟ من الطرفان قتل في الحرب؟ الطرفان كان في هذه الحرب وقد ندم الطرفان كلاهما بعد هذه الحرب. يعني علي بن ابي طالب عليه نصف السبب؟ نعم، علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه مثل ما على الاخرين من جراء هذه الحرب. شو الذنب اللي ارتكبه علي بن ابي طالب؟ ما الذنب حتى وضعت عليه نصف؟ أنه كان حاكم أمر المسلمين وكان لزاما عليه أن يتعامل في هذه الحرب بأي وسيلة تتاح له على أساس أنه خليفة المسلمين ويوقف النزيف بأي شكل كان، كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين وتمكن من حفظ دولة الإسلام. يعني لحظة، أنت الآن تريد أن تقول أن عليا أذنب لأنه كان يعرف القتلة ولم يقتص منهم؟ أنا أتكلم عن الحرب ليس عن القتلة. طيب شو ذنب علي بن أبي طالب في الحرب؟ شنو الذنب اللي سواه؟ في ناس خرجوا بجيش، شو يسوي؟ لماذا لم يفاوضهم؟ لماذا لم تتم المفاوضة؟
المفاوضة أين الحكمة وأين الحكمة السياسية؟ يعني علي يعني علي بن أبي طالب لم يكن حكيما؟ لماذا لم يفاوضهم؟ لماذا لم تحدث مفاوضات بينهم؟ أعرف يعني هاي لحظة أخونا، يعني سؤالك لماذا لم يفاوض؟ لأنه أمير المؤمنين لم يفاوض فهو قد أذنب. لا حاشا أن أقول أذنب، لا 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 تجرني إلى شراكة يا واحد، دعك من هذه الأساليب الملتوية، لا تقود الحوار، تكلم رب على رب على لماذا لم يوقف نتيجة الحرب بحكم الولاية التكوينية على ما بين الآن؟ لحظة أستاذ ربيع، أنا أحكم نعم. في ناس خرجوا علي بجيش، شنو الذنب الذي تضعه علي تقول لي أنه لم أفاوض؟ هل أنا خرجوا عليه؟ هل تواجهوا في بكر داره أم ذهبوا لمكان آخر؟ لا لحظة، لا تشتت الموضوع. علي بن أبي طالب أراد في ناس هجموا على قطعة أرض يحكمها فخرج عليهم، أنت تقول أن علي لماذا لم يفاوضهم؟ هل لأن عليا لم يفاوض هذا ذنب على علي؟ أولا لم وصفك بأنهم هجموا خطأ، هم لم يهجموا، هم أرادوا القصاص من قتلة عثمان بمفاوضات سياسية مع عبد مزعون. أرادوا القصاص. أنا اللي يهمني علي بن أبي طالب. بابا اسمعني. هم أرادوا أن أنا مو موضوع الشق الآخر. هم الآن أرادوا هجموا، أرادوا أن يتفاوضوا، أرادوا الصلح، أرادوا البراءة، أرادوا الورد، أرادوا كل شيء. أنا اللي يهمني علي بن أبي طالب. عندما جاءوا هؤلاء هل هو قصر؟ أذنب في عدم مفاوضتهم ولا ما أذنب؟ لا أستطيع أن أنا لا يمكن أن أصفه أنه أذنب. لا تجرني إلى شراكك للمرة الثانية. لن أقول أنه أذنب. الآن تورطت. لماذا قلت أن عليا شوف أخواني والله العظيم جيب أكبر وهابي فكك ويا العبارات تلقى صفر. الآن كلكم سمع أنه علي بن أبي طالب يتحمل نصف الذنب، نصف الدماء. سألته لماذا يتحمل نصف الدماء؟ قال لأنه عنده قدرة التفاوض. طيب ما تفاوض، هل بعدم تفاوضه معهم هو أذنى؟ بيقول لا لا تجرني الشباكي. لعد وين أجرك؟ شلون أتفاهم مع هؤلاء؟ أنت تعالوا أجلس أمام هذا على الكرسي وتكلم مع هؤلاء القوم. يأتي إنسان يقول لك أن عليا مذنب بدرجة 50%، وشنو قال؟ مؤاخذ بالدماء. يعني الدماء يتحملها نصف علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونصف عائشة وطلحة والزبير. طيب الآن شنو ذنب علي بن أبي طالب؟ يقول لماذا لم يفاوضهم؟ يلا الآن علي بن أبي طالب ما فاوضهم، يعني هو مذنب، لأنه الأولى به يجي ربيع تالي وقت يعلم علي بن أبي طالب يقول له روح فاوضهم. فسألت السؤال والآن راح أعطيه فرصة أخيرة أمامكم، هل أذنب قصر خذل الناس علي بن أبي طالب بعدم التفاوض معهم أو لا؟ تفضل. تفضل. يعني هو عم بيقول انت قطع صوتي تماما، لم يقطع هذه الحرب. تفضل جاوب. طاحي انا
شوف لما أنت تعجز عن الدفاع عن دينك بمعتقدك ترميها على الطرف الآخر، لأن أنتم تقولون أن علي الرابع الخلفاء، وأنتم تقولون أنه ما عنده ولاية تكوينية وما عنده معرفة إيش. والله أنا ما أريد أخوض بالموضوع، والله لو أخذتكم وفتحت موضوع الولاية التكوينية كما فتحت موضوع الإمام المهدي والخلافة والإمامة، والله كنتم لا تستطيعون أن تتكلموا. سأفتح، شوف هذا عهد، لا تشوش أخواني، سأفتح موضوع الولاية التكوينية ووالله لأقلبنها على هؤلاء، وسوف ترون هم كم مرة كانوا يتكلمون في موضوع الإمام المهدي. لما فتحت الإمام المهدي كلهم هربوا، صاروا يهربون بالأزق. الآن هو ماذا يريد؟ يريد أن يجر الموضوع للولاية التكوينية. هذا مو موضوعنا، هذا عند الشيعة، خلاص عند الشيعة. أنا سألتك أنت عندك رابع الخلفاء، دافع عن دينك. أنا ملزم أن أدافع عن ديني. الآن أنا عندي على مبانينا نحن السنة، إي على مباني السنة. أنت الآن سألك سني، مش أنا سني اللي سألكم، قالكم ابن باز يقول، ابن عثيمين يقول، مدري منه يقول، ونقل لك من ابن تيمية بنفسه، ابن تيمية قال لك يا عمي ما يجوز الخروج على الحاكم الشرعي، وعلي بن أبي طالب حاكم شرعي بأي. لا أستاذ وعد، نعم. لا يجوز الخروج حتى لو كان فاسق أو صاحب معصية. الله يرحم والديك، حاشا لعلي، إلى الدرجة هذه لا يجوز الخروج عليه. يعني تدري هذا سؤالي هنا، تدري معناه شنو فهد؟ هل هذه من ضمن الشروط؟ فهد تدري معناه شنو؟ معناه أنه الحاكم الفاسق لا يجوز الخروج عليه، وجوزوا الخروج على علي، يعني علي بن أبي طالب عندهم دون الفاسق. هذا بوضوح اللي أبي استوضح منه، وأنا ما أريد أقول حتى كلمة والعياذ بالله، ما أريد أقولها، أنا المفروض أقول والعياذ بالله، لكن هذه الحقيقة أخواني اللي أنتم ما تعرفون توصلوا لها. إنه أنا محضر هذا الأمر في الحلقات، إنه يجوز، لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق وإن فعله. ومرة سيد ميثم أحمد الإمام ذكروا أنه وإن كان لوطي، يعني علي بن أبي طالب عندهم، اللوطي ما يجوز الخروج عليه، الفاسق ما يجوز الخروج عليه، لكن على علي يجوزون. يعني علي عندهم دون الفاسق، وما أريد أقول كلمة أخرى. حج اسمح لي، الله يبارك فيك. هذه عقيدة القوم، تفضل سيدنا. جبت لوزة شوية. الآن أخوان الأعزاء قال أعطيني الدليل إنهم نكثوا البيعة، أعطينا الدليل وروايتين بأنه نكث البيعة، ما شفتم شيء، ما قدم أي شيء. طيب الآن أخوان الأعزاء، ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يثبت بسنة صحيح أن جيش عائشة هم من بدأوا القتال وليس الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب هذا يقول فتح الباري 20 صفحة 108، وأخرج أيضا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف علي يده حتى بدأوه بالقتال. حتى شنو؟ بدأوه بالإصلاح، العفو بالإصلاح. علي بن أبي طالب ما قاتل، حتى ماذا بدأوه؟ موجود قتال ولا إصلاح موجود؟ لا حجي جايين إصلاح، بس بعدين يعني الإصلاح. سيد الله يرضى عليك، هي الكلمة بالكتاب السني موجود. حتى بدأوه بالقتال، حجي ابن حجر يقول حتى. الله أكبر، يعني هو في كتابة موجود حتى بدأوه بالقتال، ولما نناقشهم يقول ما هو قتال، هو إصلاح. خلينا نشوف شنو غاية عائشة من الخروج على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا خرجت على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ احنا ما نتكلم، احنا الذهبي هو من يتكلم. حتجيب سنة الصحيح هذا امامك.
وهنا هنا أشر يقول رجاله ثقات وأخرجه ابن سعد بنحوه. وقال الحافظ في الإصابة جزء الرابع 4-9 وسنده صحيح. يا مجلد وسنده يا مجلد يا مجلد، هذا سير أعلام النبلاء للذهبي صفحة 57-58. ما قاعد رقم المجلد بصورة واضحة. أنا استخرج المجلد سيدنا. طيب. أقرأ وأنا أخرج المجلد. نعم 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 نعم. ما لم يفتح قط ولا أمر أمره نفس الحديث. قال أبو شهاب الحناط وغيره عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس إنه قال للزبير يوم الجمل يا ابن صفية. من القائل إخواني؟ ابن عباس حبر الأمة. يا ابن صفية هذه عائشة تملك الملك لمن؟ لقريبها طلحة، فأنت على ما تقاتل قريبك عليا؟ عائشة جاية تصلح، تريد تأخذ الملك من علي تعطيه طلحة. يقول هذه عائشة تملك الملك، يعني تريد الملك لقريبها طلحة، فأنت على ما تقاتل عليا؟ ها على ما تقاتل عليا. زاد فيه غير من شهاب يقول فرجع الزبير فلقيه ابن جرمود فقتله. يعني عائشة جاي الإصلاح إخواني، لو جاي تريد الملك. بعد أزيدكم من الشعر بيت، وهذا السند أنا تحديت به الجن والإنس أجمعين، وابن كثير صححه. شنو جاي عائشة تسوي؟ هذا أيضا إخوان الأعزاء في كتاب أنساب الأشراف البلاذري. يقول وحدثني أحمد بن الدورقي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن عمرو بن سعيد حدثني سعيد بن عمرو عن ابن حاطب قال أقبلت مع علي يوم الجمل إلى هودج وكأنه شوك قنفذ من النبل فضرب الهودج ثم قال إن حميرة أرم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان بن عفان. شلون؟ المنجاية تصلح؟ لا، يقول جاية تقتلني مثل ما قتلت عثمان، مثل ما حرضت على عثمان. حينما سألوها عن عثمان بماذا أفتت؟ قالت وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فكانت تحرض على عثمان. الألباني يصحح طلحة والزبير يقول عثمان بن عفان حينما خطب قال ائتوني بصاحبيكم اللذين حرضاكم علي، فجيء بهما كأنهما جملان. من هما؟ طلحة والزبير. حرضوا الأمة على علي بن على عثمان بن عفان. وطلحة كان ماذا يفعل إخوان الأعزاء؟ يمنع الماء، والإمام علي بن أبي طالب يترجى طلحة يقول أعطيهم الماء، ما يقبل ما يقبل. حتى ماذا جاء مروان ابن الحكم بسنة صحيح بل بس استخرجت لك الحديث. نعم بس خلينا نكمل حاجة أنا تدور أدري، بس أقول لك يعني هو في المجلد الثاني، لأن المجلدات بطبعة الرسالة مرقمة من هنا سيدي. أحسنت حاج، أحسنت كمل. الآن فجاء مروان رماه بسهم فقتله، ضرب طلحة اللي جاء يصلح ضربه بسهم فقتله. الآن إخواني الأعزاء هؤلاء، هذه أنا أقول العصابة ماذا جاءت تفعل؟ ما أتكلم عن مسألة عثمان بن حنيف وأراد ونتفوا لحيته وهاي كلها أتركها إلى جانب آخر. يقول في مصنف ابن أبي شيبة يقول علي بن أبي طالب ليش ما فوضهم برقم 30595. يقول حدثني قال أرسلني علي إلى طلحة والزبير يوم الجمل قال فقلت لهما إن أخاكما، شوف الأسلوب، إن أخاكما يقرئكما السلام ويقول لكما هل وجدتما علي في حيف أو في استئثار في في أو في كذا. قال فقال الزبير لا ولا في واحدة منها، ولكن مع الخوف، خوف من؟ شدة المطامع. مع الخوف شدة المطامع. يقول أيضا ابن أبي شيبة بسنة صحيح والترجمة أمامي، خلي واحد يتنفس. يقول حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه إن الزبير بن العوام لما قدم البصرة دخل بيت المال فإذا هو بصفراء وبيضاء. شو يسوي؟ جاي يصلح بيت المال. فقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فقال هذا لنا. جاي يصلحون حرامية،
لصوص عصات يريدون قتل علي بن أبي طالب، بدأوا بالقتال، يرسل لهم يتفاوض لهم. الذهبي يقول علي أرسل لهم شاب شاب بمصحف في سير أعلام النبلاء يقول لهم كتاب الله بيننا وبينكم، رموه بالسهام قتلوه أمام عين أمة قتلوه أمام عين أمة عائشة أم المؤمنين، لأنها رجل من المؤمنين، قتلوه أمام عائشة وبدأ القتال، وكانوا هم من بدأوا القتال. جاي يصلحون عصابة عصابة. تفضل حجي. شكرا سيدنا، شكرا حجي. نريد كم دقيقة ويا ربيع إذا ممكن. أي تفضل شيخ ربيع. قتال النبي صلى الله عليه وآله للمشركين حق ولا باطل؟ لا لا لا، جاوب على السؤال، هل قتال النبي للمشركين حق ولا باطل؟ أرد ماشي من الحسنات رواها. يلا بعد يا حج ميتم ضعيفة ضعف. تفضل ضعف. يلا ضعف وين؟ شنو ضعيف؟ حماد بن سلمة وأبو النضر. أي إيش بيه حماد؟ ها؟ حماد بن سلمة. أي؟ قال عنه أحمد بن علي الجرداني، وفي حديث ويقع في حديث أفراد وغرائب. بابا هذا رجال البخاري، هذا شيخ كبير. يا رجل حماد بن سلمة من رجال البخاري، أنت تضرب بالبخاري؟ قال ابن عدي الجرجاني. هذا البخاري والثقة من رجال البخاري. حماد بن سلمة أنت تجهل مذهب البخاري في الانتقاء من أحاديث الضعفاء. إذا أنت تجهل مذهب البخاري. لا لا الآن 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 الآن, الآن. شنو الضعف اللي تفضل أعطيني الحديث بالمصدر وأناقشه في سنن. حديث حديث على معاد الصبح. اديني المصدر أرجع معاك عشان أبين لك ذا الحديث. الصبح بس انت حماد بن سلمة ثقة. حماد بن سلمة امام من الائمة المحدثين، وهو من شيوخ البخاري وهو ثقة. الجرجاني قال اذا حد، وشنو قيمة كلام الجرجاني؟ حماد بن سلمة ابن ماذا قال؟ ماذا قال عنه الامام الذهبي؟ ماذا قال عنه ابن حجر؟ ماذا قال عنه ابن معين؟ ماذا قال عنه احمد بن حنبل؟ ماذا قالوا عنه؟ حماد بن سلمة ابن من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حماد بن سلمة ابن البصري أبو الكنية أبو سلمة ابن دينار. حماد بن سلمة ابن من؟ جد من البصرة دي؟ البصرة دي شهرة. حماد بن سلمة ابن من؟ ابن دينار. شنو قاعد تتكلم؟ شنو قاعد تتكلم انت؟ عايز اسمه عشان ارجع لك تصحيحه. اسمه كامل ايه حبيب؟ يعني اذا انت ما تعرف اسمه، ما لا. تعرف كيف تتكلم عنه؟ ضعفه فلان وفلان وفلان. انا عارف اسمه، انا عايز اثبت للناس انت ما تعرفش اسمه. سؤال يا رجل، انت تقول اريد اسمه حتى ابحث عنه. انت عارف يا رجل لحظة لا تشوش. إذا أنت ما تعرف اسمه تقول أعطيني اسمه حتى أبحث عنه. لا والله طيب شلون أعرف اسمه؟ والله أعرف اسمه. طيب إذا عارف اسمه ليش ما تبحث عنه؟ ليش ما تبحث عنه يا رجل؟ بحث قدامه أهو. أنا بحث قدامه. أقرأ ترجمته. تفضل حماد بن سلمة بن دينار. أقرأ ترجمته يلا. أقرأ ترجمته. حماد بن سلمة ابن قلنا لك حماد بن سلمة بن دينار البصري. اقرا ترجمته. قال يا ربيع مستواك ليس هنا يا ربيع، او حتى تناظر السيد ميسم. لا والله مستواك ليس هنا. اقرا ترجمته. استنى انت يا بتاعه المناظرات، سيب الرجاله تتكلم الاول. ليه بتكلم انت؟ استنى احترم نفسك ربيع احترم نفسك. لحظة احترم نفسك. ينبغي أن تحترم النساء، الله يبارك فيك رحم الله والديك. فما ما أحب. طيب تفضل الآن قرأنا ترجمته من سير أعلام النبلاء. تفضل. يلا تفضل. أولا أعني شايف لك تحترم الدنيا حد واحد بعد كده تكلمني أنا. أخينا أول محترم حماد. إحنا تربية أهل البيت، إحنا أنت اللي
ربيع ربيع محمد نحن تربية أهل البيت، أنتوا تربية معاوية عائشة وعمر، فمشان هيك نحن بنحترم نفسنا. طيب أخونا ربيع حماد ابن سلمة ابن دينار ترجمته تفضل. محمد ابن سعد كاتب الوطي قال عنه لا لا أقرأ الحديث وربما حدث بالحديث لا. ربيع ربيع شنو اسمه الكامل شنو اسمه؟ حماد ابن سلمة ابن دينار. اي وراها انت طلبت الاخوة ابن دينار وراها شنو جدد البصري؟ لا لا تركه تركه انت طلبتهم تقولهم ما تعرفون انت تعرف شنو جدد الثاني وين رحت وين رحت بقى علي على الكاميرا مو تبع الكمبيوتر اجيب لك جرح وهجيب لك اسمه ولا اجيب لك جرح وتعديل سألك ابن دينار يكفي البصري قال لك ابن دينار تقول لهم ايه والجد الاخر يلا قول لي شو اسمه جد انا اقصد الموت والجد الاخر انا اقصد ابن عايز جد الاخر انت شنو اسمه انت اسمه جد الاخر شنو لا تبع الكمبيوتر بعد الكاميرا على الكاميرا بابا بابا على الكاميرا اي علي علي يا بابا يمين 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 اي خلاص شنو والله ما مفاجاه والله ما مفاجاه من هاي تمام هم راح عندكم ولك باع الكاميرا على الكاميرا بابا ربيع ربيع يقول 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 ابن معين يقول سمعت ابن معين يقول اثبت الناقص في ثابت ناظر ذولا السيد بيعطيني مجال شو اسوي له ولا خلا كرسه من هاي التمام لا تباع الكمبيوتر باع علي علي اوقف سيد ربيع ربيع وين رحت؟ اي ظل 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 يعني اتفضل حماد بن سلمة بن دينار بن منو لا شرب مي الا روح خاطر هو الله دروح يقول لا اعرف وصل له ساعه ينبل على الجماعه عجي المفاجاه حماد بن سلمة هو راوي حديث الشاب الامرد اللي صححه ابن تيميه ما في سند غيره هو راوي حديث الشاب الامرد حماد ابن سلمة يقول يحيى ابن معين إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام إذا ربيع متهم على الإسلام الآن ربيع متهم على الإسلام لا أنا إنسان كن يعيش حجمة يقول لي إيش اسمه أبو كريم قال له حماد بن سلمة بن دينار يقول لي إيه قل لي جدة جدة يلا قل لنا جدة أنت لا واذا يعني فرضا انه ما حافظين اسم جده يعني هذا من الواجب علينا ان نحفظ اجداد الروات يعني مثلا لا سيد والله لما تروح للجوازات ما يسالوك هالسؤال والله العظيم سيدنا انا ابو كريم ليش جبت سير اعلام النبلاء؟ لان السيد من قلت له طبعت الرساله اخواني شوف احنا لهذه الدقه طبعت الرساله ما يخلون المجلد على السيد مصور هذا يخلون رقم المجلد هنا اخواني شوفوا يخلون رقم المجلد هنا فلذلك من قال لي انا جبت المجلد وعلمتها باللون الاصفر علمتها باللون الاصفر الحديث اللي ذكر احنا هكذا نخاف الله ونبحث بحثا علميا اما الاخ ربيع حاقد انسان حاقد بس يدخل يريد سقطك انت يريد يبين انت ما تفهم ايش اسم جده وانت ما تعرف ففاقد الشيء لا انا شفته قلت البصري بس ما سمعني شكله لا انا سمعتك انت قلت البصري ابن دينار البصري انه بقول له البصري اللي ياكل سمك اللي ياكل زبادي اللي يم مطعم هذا الطيش يلبس شو يسوي اليوم ايش فطر شنو هالبلوه هاي اخواني بكره ما عندنا بث بكره انا مسافر فراح يصير جمعه وسبت واحد واثنين يلا نعود لكم انا يعز علي فاركم بس بكره عندي سفر
أنا أشكر الشيخ أبو عائشة والأخ عمار والأخ فهد. شكراً جزيلاً. ممكن كلمة بس صغيرة. أبو عائشة يريد حق الرد. أبو عائشة يريد حق الرد وأعطيك. أبو عائشة أنا ساعة نصيح لك. أنت ما أدري وين. أبو عائشة تفضل. شنو سحرت أبو عائشة؟ إذا أبو عائشة رد أنا من حق الرد ما طلبه من ثلاثة أيام. أبو حاج وعد. الألباني. يا أخوي دوقف أبو عائشة شنو؟ فريد فريد. أبو عائشة شنو سحرت؟ شنو كان سحوركم؟ لسه رب رب مشوي. يقول لسه هنيئا إن شاء الله أبو عائشة تفضل رد. شكرا. شوف يا حاج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يقاتل من أجل الخلافة أو من أجل الرئاسة، هو يعلم أن علي أفضل منه. لكن الإمام علي عطل حدا من حدود الله بأنه لم ينفذ القصاص. أعوذ بالله. الله أكبر. الله أكبر. أسقط العدالة عن علي الآن. عطل عد. يعني علي بن أبو عائشة علي علي عليه السلام يعطل حدود الله. شون إلك لسان ينطقها أبو عائشة؟ ليش تتهمون عمر رضي الله عنه أنه عطل حد السرقة؟ يا هذا عمر مش علي. هذا عمر. شلون عطل حدود الله يا أبو عائشة؟ أبو عائشة أرجوك استاذ واحد يسأل سؤال جوهري. أرجوك علي بن أبي طالب ما تمشي. وش ذا الكلام هذا عندكم؟ لا هو على الحاكم ومن ضمن الانتقام والتقصير. لعابوه على علي بن أبي طالب أنه ما نفذ القصص. قال انتظروا حتى يستتب الأمر. الناس يبغون الدم. هل هي من شروط الخروج على الحاكم؟ من حقه. وهم لم يخرجوا يعني ليس من حقهم. لا يعني كانوا على باطل. والله انهم على باطل. يا من تتهمون أمة يا شيخنا 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 الحبيب بس لحظة. فقال يا أم المؤمنين الزم أبو علي تفضل أبو علي الزم عليا هو كان دوري أعطيت السيد ميتم ما يعني توفيه بأن يلزم علي أنا عندي لازمة السلام عليكم ورحمة الله. لحظة دوري أنا دور عليه من زمان أبو عائشة أنت تخالف الله يا رسول أنت الآن كفرت بالله يجب عليك تجد إسلامك أن الله تعالى يقول للنبي إن الإمام علي قاتل على التأويل وكما قاتل على التنزيل يا أبو عائشة أبو عائشة من الذي أمر الإمام علي بالقتال على التأويل الله ولا غير الله لا نقبلها أبداً من الذي أمر الإمام علي بالقتال على التأويل الله أم غير الله لا نقبل هذه الرواية الساقطة أبدا ولا الحديث الصحابي الألباني وشعيب الأمعوط يقول إن منكم من قاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله من الذي أمر الإمام علي القاتل على التأويل هذا الذي يقول حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو النصر حدثنا إسحاق عن عمرو بن سعيد حدثني سعيد بن عمرو عن أبي حاطب قال أقبلت مع علي هذا خبر منكر لا يصح سندا ولا متنا والله يصح سندا ومتنا رغم أنك تصح سندا ومتنا بعد شو تريد رغم أنك وربيع بعد يصح سندا ومتنا روما انفك انت وربيع والله العظيم يصح سندا ومتنا بعد نعم وجاء من اهل شوف هذا شوف هذا المقروض شو سوى هذا المسكين ربيع نعم ربيع باب لانه بالنظر على الامر احمد بن سلمه ممكن حاج وعد ايش في ممكن تعديه 60 ثانية؟ اي تفضل ليش؟ احنا ما نخاف تفضل. احمد بن سلام واحمد بن عدي الجاري كثير رواية يقع في حديث فقد وغرائب يقول ابو بكر البيهقي لما كبر صار حفظه ابو حاتم بن حبان البستي يقول هو ابن اخت حمدي الطويل لم يمسك من جانب الحديث يقول ابن حجر العسقلاني تغير حفظه باخره يقول الذهبي صدوق يغلط ولا اوهام في ساعة ما روى يقول محمد بن سعد ربما حدث بالموت يقول الناس في ثابت وتغير حظي بآخر أقرأ كلام ابن حجر العسقلاني وخلاصة رأيه ما هو يا ربيع
اقرأ كلام ابن حجر العسقلاني وخلاصة رأيه ماذا هو؟ ما هو؟ لا تظل تقطع تجيب منه وترجع منه. ربيع يا أخ ربيع اسمعني يا أخ ربيع اسمعني لطفا الله يرضى عليك. حماد بن سماء في حديث عدة في البصول أريد أتابعك من أي كتاب تقرأ؟ راجع يا أخي. يقول شو اسم الكتاب؟ الله أكبر يا رب. اسم الكتاب يا بشر، الكتاب اللي تقرأ منه السنة الكبرى. اسمع معي، يقول في السنة الكبرى الجزء الثاني صفحة 403 وفي طبقات خليفة بن خليفة في ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 500. ربيع أريدك تهدأ. قول ابن حجر اللي قرأت الآن تشويش صوتك مقطع. شو اسم كتاب ابن حجر الذي تقرأ منه؟ تفضل. اسمع رن استكاين. وين الشاي هو قال ميزان الاعتدال. انا سمعته عن ميزان الاعتدال الحديث حماد بن ميتم. قبل ما تختم هذا تفصيل صغيرة يعني دقيقة ونص. ربيع أبو عائشة لحظة أخذتني. ربيع أنت ممكن تقرأ شو اسم كتاب ابن حجر اللي تقرأ منه؟ بالله هذا مغلس، شو أسوي له؟ حجي خلي أقرأ لك كلام ابن حجر. سند الحديث حماد عن من؟ حجي لا لحظة أبو لا بس أريد أعرف السند، والله ما أريد أقول شيء. انقطع السيد، هاي انا العب بالاعدادات وقطعت السيد. حجينا الان شوف ابن حجر ماذا يقول عنه. حجينا ارجوك ماذا يقول عنه ابن حجر. هاي فتوى اخواني، واحده قرناها، فتوى يحيى ابن معين، يقول من تكلم في حماد فاتهموه على الاسلام. الان ابن حجر ماذا يقول؟ حجينا ابن حجر ماذا يقول عن حماد؟ شوف حجينا العزيز يقول: وقد حدث عنه وأكبر منه سنا، وله حديث كثيرة وأصناف كثيرة ومشائخ، وهو انقطع السيد. أنا ألعب بالإعدادات متعمدا وقطعت السيد. حجينا يقول: وهو كما قال ابن المديني. لحظة أخواني، يقول وهو، شوف تقرير ابن حجر، وهو كما قال ابن المديني: من تكلم في حماد فاتهموه في الدين. ابن حجر يقرر ان حماد من تكلم فيه مثل ما قال ابن المديني، اتهموه في الدين. يعني الان ربيع بفتوى من ابن المديني، علي ابن المديني امام الائمه في الجرح والتعديل، وابن حجر العسقلاني، الان الشيخ ربيع متهم في الدين. طيب متهم في الدين. نتهمك الان يا شيخ ربيع بفتوى من ابن حجر العسقلاني. سيد الأخ، أخوان يدعو للأخ بدر، يقول بارك الله فيكم، ادعوا لي بالفرج بحق مولاتي الزهراء عليه السلام، وسامحوني تبرع بمبلغ $100. الله يفرج عنك بحق محمد وآل محمد. الله يفرج عنك بحق الزهراء. اللهم آمين. كل المتبرعين جزاهم الله كل خير. إيه والله الأخ خير الجزاء، وجازتهم الزهراء بحق محمد وآل محمد. أيضا مهاني يدعو للأخ علي طه تبرع $5. الله يرحم والديك مولانا. والأخ جول فريداوي تبرع $20. الله يرحم والديك وجزاك الله خير الجزاء. الأخ أسامة في ميزان حسناتك الله يحفظه إن شاء الله. الأخ أسامة تبرع $50. الله يرحم والديك مولانا أسامة وجزاك الله خير الجزاء. أنا ما أريد أذكر الأسماء كاملة
لضرورات معينة. الأخ تورع 220 ريال سعودي اسمه كلامون، نيابة عن كل من يحب علي الإمام علي عليه السلام ويبغض عدوه من الأولين والآخرين. الله يرحم والديه، جزاه الله خير الجزاء. كذلك حميد لحظة أخونا ربيع، حميد تبرع بمبلغ 20 دولار رحمة الله على والديه، والأخت مي تبرعت بعشرة دولارات الله يرحم والديكم، وكما قلنا الأخ بدر تبرع بمية دولار، وضحية أو ضحية تبرعت بخمسين دولار. واليوم الأخ الحبيب صباحا مصطفى اللي ما تركنا جزاه الله خير الجزاء تبرع بمئة دولار. أنس أيضا تبرع بعشرة يورو رحمة الله على والديك أخونا أنس، وكما ذكرت نيابة عن حمد سليمان أمس تبرع على أخ عمار حاتم بمبلغ مئة دولار جزاء الله خير الجزاء. أخواني أنا أخرتكم عشان كمان نروح عن نفسنا بس دقيقتين بالكثير دقيقتين. تفضل يا اختي. قصيده لابو عائشه. تفضل ربيع اكتم، والله صوتك مزعج، الميكروفون عندك مزعج جدا. تفضل. هيدي القصيده متى انا كتبتها وقلتها مره بس كان الصوت ابدا ما واضح، ووقت كانت الحلقات عن يزيد لعنه الله عليه كتبت فيها: وما زال يعني تقترب الحلقات من الثلاثين وما زال النواصب حائرين، كيف يدافعون عن يزيد وأمره بنحر الحسين عليه السلام من الوريد إلى الوريد، وسبي الطاهرات من آل البيت وترويع الأطفال والنساء وإحراق كل ما تعرقلوا به من خيم وحجر وحديد، وينكت الطاغي بعصاه شفاها قبلها خير البشر ويظن أنه بهذا مجد جاهلية آبائه سيعيد، فاسق وملاعب قردة يريدون جعله قديسا وملكا ويقارنون بينه وبين من هو للرسول حفيد، هيهات هيهات يا يزيد يا من هو لآكلة الأكباد حفيد وبطغيانه يزيد يا يزيد، شتان ما بين من لأجله بكت السماوات والأرض ومن سيكون لجهنم المزيد، يدافعون عن من أمر بالكر والفر في المدينة واستباح الأعراض وقتل من الصحابة العديد ورمى البيت الحرام بمنجنيق الكفر والفسوق وكان جلفا غليظا ولربه عنيد، وكما قالت زينب الكبرى: فوالله لن تمحو ذكرنا ولو جاء بعدك من جاء ليكيد، تاريخ وكتب وأعلام وحديث وما زال يدافع عن ذلك الفاسق وأبيه أبا عائشة عاشق الثريد، فتراه عند نقد الرسول وتكذيبه له أعصاب كالجليد، فأنت حبيب طالما لا تفضح للحميراء فعلا ولا تكشف الغطاء عن معاوية الصعلوك الذي هو عند أبي عائشة صنديد، أو تتحدى بما قال شيخ المنافقين والشيخين: يا إلهي ذلك ما يجعل الصراخ يعلو ويصدح قلبه لا لسانه بالولاء لهم العمر المديد، استحي يا عاشق الموفقة والثريد فالموت أقرب إلينا وإليك من حبل الوريد، والله لن تمحو ذكرنا والتشيع والاستبصار دين الوهابية سيبيد، واللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بميلان رأس ربيع وهز رأسه والشكر لأبي عاشة وللأخ ربيع وللأخ عمار ولكل الأخوة نختم هذه الحلقة ونلتقيكم يوم الاثنين إن شاء الله. حياك الله أستاذ. شكرا. حامل 300 دولار نيابة على خاتم بارك.